السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على أحسن حال. وعواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد. اليوم إن شاء الله بغيت نديكم لواحد الجردة هي في حق أكبر جردة موجودة في منطقة إسينيورت، غزالة تبارك الله وما تقدرش تحدها. يعني واحد المساحة فيها كبيرة وفيها جميع المرافق بالنسبة للأطفال والناس اللي كيبغيو يديروا الرياضة، اللي كيبغيو يديروا شوية ديال لامارش كيمشيو ليها. تقريبا بعيدة عليا بواحد 15 دقيقة على رجلينا بطبيعة الحال. هي كتواجد حدا ديك المصحة الدولي، دار ولاد هاستاناسي باش معروفة. يعني كتوصلوا الميدان ديال إسينيورت كتشدوا ديك الطوالة نيشان اتجاه ديال المصحة الدولي والمشفى الدولي. يعني قريبة الناس اللي ساكنين بجانب الميدان، قريبة عليهم ما بعيدش بزاف. كاين هاد الباب اللي كيشوف من التحت، وكاين واحد الباب كيشوف الشارع ديال المستشفى. يعني اي بلاصه كتمشي ليها كتلقى المرافق ديال الاطفال ضروريه، يعني من الضروريات. اي بلاصه كتلقى دايرين فيهم تيران ديال الكره او الالعاب ديال الدراري الصغار. البلايص فين كينجلسو الناس كيجيبو الكوتي ديالهم كيمشيو البلايص فين كينجلسو. ضروري من الكاميرات، ضروري من الامن، ملي مشيتي كتلقى الامن قدامك. هذا الباب الثاني. بقاو معنا حتى الاخير، تشوفوا هاد المرافق الجميله صراحه. مشينا مع حتى الاخر ولكن ما قدرناش نحدوها، يعني بحال وصلنا غير النص صافي وخرجنا. بقاو معنا حتى الاخير. سبحان الله مع ارتفاع درجة الحرارة هاد الأيام، أي بلاصة كتلقى فيها الشجر، أي بلاصة كتلقى فيها البحر كتلقاها عامرة، لأن واحد الجو ما تقدرش تبقى النهار كامل في الدار. يعني في الصباح ما تقدرش تخرج، ولكن ملي كيبدا يبرد الحال كتلقى كاع البلايص عامرين. دائما في هاد البلاصة التجمعات ديال الناس كتسمع جميع أنواع اللغات اللي كيتواجدوا على فوق الكرة الأرضية. سبحان الله كتبقى غادي تسمع اللهجات واللغات، يعني كيفاش الانسان كيتواصل، كيفاش يعني ضروري كتواصل معاهم واخا ما تكون عارف والو. سبحان الله كتواصل. ما بغيتش بقى نكثر في الهضره، بغيتكم تبقاو تشوفوا هذا البارك كيفاش داير.
هذا الملعب مغطى كيغطيو على حسب الحراره، الا كانت الشمس اولا كانت الشتاء ولا الثلج كيغطيو. صراحه البلاصه فيها ما يتشاف غزاله. يعني كتلقى تقريبا كل 50 متر او 100 متر كتلقى ملعب واحد حدا واحد، باش ما كتكونش داك الاكتظاظ داك الازدحام. ضروري فيما كتجي شويه كتلقى ملعب. صافي هنا وصلنا غير النص ديالها، ما قدرناش نكملوها، خرجنا قرب المغرب. كما كتشوفوا هي هذيك، يعني شاده واحد المسافه كبيره بزاف. صافي قرب المغرب وحنا نخرجوا. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، وكنتمنى ايضا تخليوا لي التعليق ديالكم اشنو كتبغيو تشوفوا، اشنو كتبغيو تعرفوا. كاين شي ناس قال لي الاثمنه ديال الملابس، الاثمنه ديال لي اكسسوار. خليوا لي التعليق ديالكم ان شاء الله، وعلى اساسها نديروا فيديوهات جداد. كنتمنى لي اول مره غادي يزور القناه ديالي يدير اشتراك وبارطاجي مع اصدقاء. نتلقى ان شاء الله فيديوهات وجلوكات ووصفات جداد ان شاء الله.